واحد مره بيتكلم بتاع مطعم يسوي لهم عندنا كباب وكبده ولحمه وسجوق عندنا فول باللحمه، واحد زول قروشه شويه زول فول قال لي اكل فول باللحمه، جاب لي الفول اللي قساي بس شمار وزيت، يابا وين لحمتك؟ قال لي انت بليد انا قلت بيض بطاطا جبته بيض طوطه ما بنقولها سايدي بس عشان الزباين يجونا حصل الشرف ما شاء الله. يعني هنا المطاعم عندكم سوق